كنت زمان وانا في الافراح الشعبيه كانت الناس الحرف عندنا الحريم بنقول لهم نسوان يعني ها يقول لك ما تجيب الواد سعد الصغير يا اختي طبل لنا كده والله عشان كده طالعه سعد عشان انت صغير انت منورانا بجزمه الفضاء اللي انت لابساها بصراحه بصراحه منوره بصراحه رجاء ما تخسر رجاء ما تخسر لا والله رجاء ما هي لا 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 هي 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 جايه من الفضاء امر جاي للامر صح ولا لا صح الامر ينزل منه امر الله صح الله صح الله ويا ساعتك الزرقاء ناسيها بالغساله ولابسها انت خسه شويه بس يمين مالكش دعوه فيا خسه ولا مش خسه خسه شويه بس ما بتاكليش ما بتاكليش انا ما باكلش ما بتاكليش والله انا ما باكلش خالص عامله دايت يا شباب يا شباب يرحم ابوكم ما نخسر يا شباب خلاص في ايه يا سعد لا والله لا 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 والله لا 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 والله لا والله لا والله لا والله في ايه يا سعد؟ في ايه يا سعد؟ خلاص سعد المدح هيعلق خلاص يا جدعان خلاص واه واه خلاص يا جدعان بقى خلاص بقى عشان تضحك لا يرحم ابوك لا 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 يرحم ابوك خلاص 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 يا شباب انا اتاسف للساده المشاهدين انا جايب اثنين مصارعين انا اسف تعوذي من الشيطان ساعه صغير تعال ساعه صغير خلاص اقعد 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 لك على الحنطور مالك اركب الحنطور ماشي ماشي طيب صبر خلاص 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 السؤال انا ما عاد السؤال ما تكلمنيش خالص خلاص ماشي ساعه تعال انا ساعه تعال والله احنا عندنا فقره اسمها فقره تويتر لا تنون يا امي واخرب منك لا بنصور بنت انت بس عايشه بنت انت ايه ما تقوليش يا بنت بنت لما تبتك ماشي يا جماعه يا جماعه انا احترمك انت مش خلاص خلاص ايه ده حواجب ولا شارع خلاص 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 نصوركم الان صوره ونرسلها لتويتر ومن خلال تويتر حيسالونكم المشاهدين والمحبين لكم يلا الجمهور. صور بوز بوز يلا بسم الله بوز 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 يلا بوز جماعه احنا مش حنرسلها لحديقه الحيوان حنرسلها خلاص 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 صوره ثانيه يلا صوره ثانيه ها يلا بابتسامه كذا ابتسامه شنو يعني احنا ناس كشخه لا لا يعني قولي شنو يلا يا بنت بنت لما تبتك بنت لما يلا خلاص يلا خلاص خلاص يلا واحد احلى نوقف احلى نوقف يلا يعني رسمي 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 ها بسم الله يلا بسم الله بسم الله حركة 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 خلاص الحمد لله ما صارت صوره هذه تفضل يا عسل تفضل يا عسل تفضل يا عسل تفضل الحين صرت عسل انت زي العسل ومو الحين صرت عسل لا والله عسل عشان ما ابي البصاره والله والله بنبدا الحلقه الان عسل. يا جماعه احنا على الهواء يا جماعه امسكني يلا ايوه تاتا يلا تفضل ارتاحوا العسل 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 لا 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 شوف يا جماعة أنا اليوم قريت خبر يا بنت أهمدي يا بنت أهمدي يا بنت بقولك يا جباجل مدايجي يا جباجل الإش إشكال الشعرية الإش إشكال الشعرية يا مرسمة غازة مهرية إش إشكال والإش إشكال الشعرية الإش ويا نسمة غازة مهرية قاعدة عكابينا ليه قاعدة عكابينا ليه قاعدة عكابينا ليه بس خلاص خلاص هتغلط يا غلط قول عني ما تقول صبي كم صعب الوصول قول عني ما تقول صبي كم صعب الوصول واللي ما يطول العنبها أما ظن عنه يقول واللي ما يطول العنب أما ظن عنه يقول قول عني ما تقول صبي كم صعب الوصول قول عني ما تقول قول قول لحظة أنا مش فاضي لأمكم راح فين أم لعب استغماية يلا واحد اثنين ثلاثة يلا استغماية استغماية أفشتك
انتهيتوا؟ خلاص لا لا خلصوا اذا خلصتوا انا جالس في الفرقة. انا حلفت عليك. لا لا والله جالس. والله حلفت عليك يا رجال. اكيد حلفت عليك انك ما تقوم اقعد من نيا. نبدا برنامجنا؟ خلاص يا اخوي نبدا. يلا برنامج عشان نروح الشو البرنامج. طيب نبدا. انت مو فاهم احنا ايش قاعد نقول. احنا حنبدا برنامجنا، انا سعيد في تواجدكم معنا اليوم. عملنا شيء حلو يعطيكم العافيه، المسرحيه اللي قبل شويه. ملايين. طبعا. انا اليوم قريت في النت انه احنا نعرف في هالزمن انه واحد عمره 20 سنه حب واحد عمره 20 سنه وتزوج على سنه الرسول، صح ولا لا؟ طبيعي. واحد عمره 30 حب واحد عمره 30 30 ما فيش مشكله. 35 ماشي. 40 مش مشكله ولا يهم. في ممكن زياده كمان؟ ما ادري، يمكن 100 سنه. لا 100 ماشي. سنه لا، هذا من عهد الفراعنه. دوين 50 سنه ما عندناش مشكله ماشي. اليوم قريت ان في واحد ماليزي عمره 88 سنه، حلو حلو، حب واحده عمرها 80 سنه. لا والله مش ما في مشكله الى حد الان. الى حد الان ما عندنا اي مشكله. ماشي. المشكله ممكن بقى. المشكله بقى. المشكله ان هي طلقت 15 مره. يا نهار ازرق. خليك. والمشكله معنا. الاكبر يا هيا ان هو تزوج 5 مرات وكان رجل فاشل في الزواج. بدأوا قصه حب عنيفه جدا. بس هو عنده 80 سنه. هي عنده 88 هو عنده 80. طب تخيل انت عندك 80 سنه وانا عندي 80 سنه، نحب بعضينا ازاي؟ انت عايز تحبه وبس وكله؟ لا لا لا، انتوا لو حبيتوا بعض اكيد. ب 80 سنه انت 80 حتجيبوا لنا الدبله طقم اسنان. لا ده احنا نشاور بقى. بس انا اللي بساله سعد. سعد اللي بساله اكيد مش هي. انا اللي بساله، معقوله في واحد عمره 88 سنه يعني؟ اذا بس ممكن سأل، انت لما عرفت السالفه انت شفت وجه الريال عنده دروس ما عنده دروس؟ انا ممكن تشوفوا احنا ما عندناش حاجه انه واحد قال احنا الوقايع مصوره صوت وصوره. صدق والله؟ ممكن نشوف. لا شوف. ممكن نشوف. اشوفه ده. بص يا نهار ازرق. ايه يا سعد، ايه يا سعد، بلتش الا دي. مش ملاحظه ان في شبك قريب منك؟ ما انت حتى الفستان قريب برضه هنا. ما انت ها بالي نطي الايدين. بص يا سعد، بص هو كيف قاعد. شوف شوف الكرفس. تنك تنك. بص يا سعد، طبعا هذه وانت ابيض انا سمراء. هذه باقي لها يومين وتموت بعد الزواج مباشره. نص ساعة. نص ساعة ممكن. بالضبط. نص ساعة. اول ما اصلا هو اول ما بارك الله يقول عظم الله اجرك. بقي في حياتك. لا بس صدق يمكن يعني كانوا يحبون بعض وشافوا بعض. يا هيا يحبون بعض. هذا يحبون بعض. والله الحب ما في عمر. الله عليك. الله. طيب. اول حاجة تقوليها بنتي صح. ما تقولش بك. هذا اللي عسل. نص كلامك صح. طيب. الحب ما يعرف عمر. طيب لو كنت يا هيا مكان هالمدام اسال الله اذا كانوا متزوجين الان يعني يجمع بينهم بالسعادة. طيب. ايش ممكن تطلبي من رجل المستقبل؟ هذا؟ ايه انا اذا كنت بهالعمر لا ان شاء الله اني ببيت الله قاعده ثم قاعده. مره مره عند مكه قاعده وعبد ربي. طيب